صباح الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. إلى متى؟ أولا بصبح على كل مشتركي قناة الملك والأمير، وصباح سعيد وصباح جميل وصباح كله هناء وسعادة. إشاعات بتطلع على المسيحيين بكل المقاييس وأقاويل، وقصة محاكمة البابا في وسط المجمع بجميع الطوائف، رئيس الأسقفية لمجلس كنائس مصر: تمثلوا بالمسيح وحبوا بعضكم بعضا. قال الدكتور سامي فوزي رئيس أسقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية: نجتمع اليوم لبدء فترة جديدة في حياة المجلس تحت شعار هانذا صانع أمرا جديدا، متذكرا وصية السيد المسيح أن نحب بعضنا بعضا، وذلك خلال حفل العيد العاشر لمجلس كنائس مصر الذي تستضيف الكنيسة الأسقفية. واستشهد المطران سامي يقول القديس أغسطينوس: في غير الأساسيات وحده في كل شيء محبة. وأضاف أيضا: علينا أن نحب بعضنا بعضا كما أحبنا السيد المسيح، فقد أحبنا أكثر مما أحب نفسه ومات من أجلنا. ولفت رئيس الأساقفة: إن أعظم أنواع المحبة هي المحبة المضحية بدافع الامتنان لما فعله المسيح من أجلنا، حيث دفع تكلفة أقصر من ذبائح الفحص فقد ذبح لأجلنا. واستكمل أيضا: أن نحب بعضنا بعضا كأعضاء في جسد المسيح، فارتبطنا أقوى من الإخوة، أو ارتباطنا أقوى من الإخوة الجسدية، لأننا أبناء الله وروابطنا إلى الأبد. موضوع آخر: سلم الأب زوميكسينوس الأزرعي الأمين العام المشارك لمجلس كنائس مصر الأمانة العامة للمجلس للقس يشوع يعقوب الأمين العام الجديد، ممثلا للكنيسة الأسقفية في هذه الدورة العاشرة، حيث دابت جميع الطوائف على تبادل منصب الأمين العام فيما بينهم. الأمين العام الجديد هو القس يشوع يعقوب، حاصل على ماجستير اللاهوت من جامعة نورث كارولينا اللاهوتية، وعمل كمدرس العهد الجديد في كلية اللاهوت الأسقفية لمدة 7 سنوات، وشارك في تأسيس معهد جبال النوبة للدراسات الكتابية السودانيين، وعمل كمدير المعهد لمدة 3 سنوات، وقام بالتدريس بكلية لاهوت الإيمان، ويخدم حاليا كعميد مساعد للقدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك. فيما شهد حفل العيد العاشر لمجلس كنائس مصر تكريم رؤساء الطوائف الحاضرين وتسليم دروع باسم المجلس قبل بدء عام العاشر برئاسة الكنيسة الأسقفية. ولدينا خبر آخر: ألمانيا تسهل منح التأشيرة الخاصة بها للمتضررين من الزلزال. أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية تسهيل منح تأشيرات مدتها 3 أشهر للمتضررين السوريين والأتراك من الزلازل، في حال كانت لديهم عائلات في البلد الأوروبي، وجاء ذلك في بعض المواقع الدولية. وقالت نانسي فايزر لصحيفة بيلد إنها مساعدة طارئة، مضيفا: نريد السماح لعائلات تركية وسورية في ألمانيا بأن تأتي بأقربها من المنطقة المنكوبة من دون بيروقراطية. وأضافت الوزيرة خلال حديثها عن هذه المبادرة المشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية: إن سكان المناطق المنكوبة بسبب الزلازل الذي خلف أكثر من 25,000 قتيل يمكنهم الحصول على تأشيرات نظامية تسلم سريعا وصالحة ل3 أشهر، وتتيح هذه الآلية المبسطة للمنكوبين العثور على مأوى وتلقي علاج طبي في ألمانيا. ويقيم حوالي 2.9 مليون شخص من أصول تركية في ألمانيا، يحمل أكثر من 1.5 مليون الجنسية التركية. وتضم ألمانيا كذلك عددا كبيرا من اللاجئين السوريين، خصوصا منذ قررت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل فتح الحدود عامي 2015 و16. وبحسب الدائرة الألمانية للهجرة واللاجئين، يقيم حاليا نحو 924 ألف سوري في ألمانيا
بعدما كانوا نحو 118 ألف نهاية 2014. وخبر آخر وهو من الأخبار الجميلة والتي ننتهي بها السنكسار، وهو اليوم 5 من الشهر المبارك. أمشير أحسن الله استقبال وأعاد علينا وعليكم ونحن في هدوء وإطمئنان مخبول الخطايا والأسام. في هذا اليوم معيدة بتذكار نقل أجساد الآباء الأطهار القديسين شيوخ برية شهيد 49 إلى كنيستهم بدير القديس مقريوس. وفي مثل هذا اليوم من سنة 181 تنيح الأب القديس الأنبا إغريبينوس بابا الإسكندرية العاشر. كان هذا الأب قديسا طاهرا خائفا الله، فرسموه قصا على كنيسة الإسكندرية. ولما تنيح الأب كلوديانوس البابا التاسع اختير هذا القديس من شعب المدينة الإكليروس بطريركا، فتولى بنعمة الله الخلافة على الكرسي الرسولي، وصار سيرا رسوليا وكرزا ومعلما للناس أصول الإيمان وشرائع المحبة، ومهتما بكل قواه في حراسة الرعية، معلما ومصليا عن جميعهم. لم تقتني ذهبا ولا فضة إلا ما كان ضروريا لسد حاجته فقط، وأكمل في الجاية 12 سنة وتنيح بسلام، صلاته تكون معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا نعيد بتذكار القديسين الأنبا بشاي صاحب دير أخميم والأنبا أبا نوب صاحب المروحة الذهب، صلاتهما تكون معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا تذكار نياحة القديس أبولو رفيق الأنبا أبيب، صلاته تكون معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار زور جسد القديس أبوليديس بابا روميا. كان هذا القديس رجلا فاضلا وكاملا في جيله، فأختاروه لكرسي روميا بعد الأب أوجيس، وكان ذلك في أول سنة من جلوس القديس الأنبا كلاديونس البابا التاسع على كرسي الإسكندرية، وكان مدوما على تعليم شعبه وحراسته من الآراء الوثنية، مثبتا إياهم على الإيمان بالسيد المسيح. فبلغ خبره مسامع الملك الكافر كلوديوس قيصر، فقبض عليه وضربه ضربا مؤلما، وأخيرا ربط في قدميه حجرا ثقيلا وطرحه في البحر في يوم الخامس من أمشير. ولما كان الغد وجد أحد المؤمنين جسد القديس عائما على وجه الماء والحجر مربوطا في قدميه، فأخذه إلى منزله وكفنه، وزع هذا الخبر في مدينة روميا وسائر البلاد التابعة لها حتى وصل إلى القيصر، فطلب الجسد ولكن الرجل أخفاه ولم يزوره. ولهذا الأب تعليم كثيرة عن الاعتقاد، بعضها عن الاعتقاد وعن التجسد، وبعضها عاديات لتقويم السيرة، ووضع أيضا 38 قانونا، صلاة تكون معنا أمين. يا رب اجعل هذا اليوم يوما سعيدا على كل المصريين وكل هذا العالم، وابعد عنا الوباء والغلاء والزلازل وبركين وكل شيء يفعله إبليس، ببركة صلواتكم من العذراء مريم والقديس العظيم ماري جرجس. نطلب منك يا الله ونشكرك يا رب، ونقول أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خذ لنا كبابنا واعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة ولكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآب والابن والروح القدس الآن وحده آمين. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، لا تنسوا اشتراككم بقناة الملك.